السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه كوك دروت تبع جوجل. انت بتبدأ تحاول ترسم وده بيعلم الكمبيوتر نفسه، بيعلم الذكاء الصناعي انه يبدأ يتعرف على الرسمة بتاعتك. طيب اقول له انا هبدأ اجرب ارسم، ارسم فطر اللي هو وش غراب اهوت، لو هو كده عارف انه فطر. ارسم يد، ده طبعا كل ده في ثواني. غطاء زجاجة. طيب ثعبان. طيب الثعبان بيبقى عامل كده مثلا، ونبدأ بقى ايه